السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك ازاي تحمي اي مجلد عندك على جهاز الكمبيوتر من ان اي حد يقدر يفتحه، لان احنا ببساطة هنحميه بطريقة سحرية. كمان هعلمك ازاي تمنع الملف ده او الفولدر ده من ان اي حد يقدر يحذفه او ان هو يغير اسمه. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو أرجو إن أنت تدعمني طبعا بلايك وشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. على سبيل المثال أنا عندي هنا فولدر أهو، الفولدر ده زي ما حضرتك شايف كده، أنا لما هاجي أفتحه هيتفتح وهنشوف كل اللي موجود فيه، سواء كانت صور أو ملفات أو فيديو أو أي شيء أنا حاطه في الفولدر ده. طيب أنا عايز أحمي الفولدر ده من إن أي حد يقدر يفتحه أو إنه يطلع على اللي فيه او ان هو يحاول ان هو يحذفه او ان هو يحاول ان هو يغير اسمه. هنعمل ده مع بعض ازاي؟ بمنتهى البساطة كل اللي انا هعمله هروح اقف على اللي هو الفولدر واختار حاجة اسمها خصائص، تمام كده، وبعد كده اختار حاجة اسمها الامان، وبعد كده اختار اللي هو اسم صاحب الكمبيوتر اللي هو الكمبيوتر ده باسم مصطفى، تمام كده، اختار اللي هو تحرير، وبعد كده اختار برضو مصطفى، وبعد كده اروح عامل علامة صح على كل الخيارات اللي موجودة دي تحت. انا بمجرد ما اعمل على اول واحدة الاقي كلهم اتعلموا، وبعد كده اضغط على تطبيق اقول له نعم، وبعد كده اضغط على موافق واضغط على موافق. طيب كده احنا امننا الفولدر بتاعنا، محدش يقدر دلوقتي لا يفتحه ولا يغير اسمه ولا يقدر يحذفه. طيب هنجرب مع بعض. بص حضرتك، لو انا حاولت ان انا افتح الفولدر، طبعا بيقول لي ليس لديك الاذن بالوصول حاليا الى هذا المجلد. لو انا ضغطت على متابعة اقول له نعم، يقول لي تم رفض منح اذن الوصول الى هذا المجلد. اضغط على اغلاق كده المجلد ما قدرتش ان انا افتحه. طب لو انا حاولت ان انا اغير اسم المجلد ده، هحاول ان انا هسميه اي اسم، تمام كده، هعمل متابعة، تمام، رفض، اعد المحاولة، رفض، اعد المحاولة، رفض، تمام، يبقى مش هيقدر اغير الاسم. طب نجرب كده نحاول نحذف الملف ده ونشوف هيتحذف ولا لا، تمام. هضغط على حذف، بيقول لي يجب توفير اذن المسؤول لحذف هذا المجلد، فهقول له طب متابعه، تمام كده، هقول له نعم، هقول له اعد المحاوله، اعد المحاوله، اعد المحاوله، ان شاء الله تعملها 1000 مره مش هتقدر تحذف المجلد، تمام. طيب بكده طبعا انا امنت المجلد بتاعي من ان حد يقدر يفتحه غيري، او ان هو يحاول انه يحذفه او ان هو يحاول انه يعيد تسميته. طيب انا عايز ارجع افتح الملف، هعمل ايه؟ كل اللي هتعمله هترجع تقف تاني على الملف بتاعك، تعمل كليك يمين، تنزل عند اللي هي خصائص، تروح عند الامان، وبعد كده تختار اللي هو مصطفى اللي هو اسم جهاز الكمبيوتر بتاعك، وبعد كده تختار اللي هو تحرير، تاخد مصطفى وتعمل ازالة. هتشيل كل علامات الصح مرة واحدة، تضغط على تطبيق، تضغط على موافق، تضغط على موافق. نرجع مرة تانية للملف بتاعنا، نفتح الملف، الملف هيفتح معاك وكل الملفات اللي فيه شغالة زي الفل. طب لو انا حبيت ان انا ارجع احاول ان انا اعمل تسمية للملف، الملف هيتسمى مفيش مشكلة، ولا لو نفترض يعني مثلا نسميه عمر مثلا، اهو هلاقيه ان هو اتسمى باسم عمر. طب لو انا حاولت ان انا احذف الملف اقول له حذف، الملف اتحذف وراح على ايه؟ سلة المحذوفات. لو انا حبيت ان انا ارجعه هترجعه عادي مفيش مشكلة، اقول له استعادة العناصر المحددة، هيرجع مرة تانية على سطح المكتب زي ما حضرتك شايف كده. يبقى انا بكده في الفيديو ده علمتك ازاي تحمي ملفاتك والفولدرات بتاعتك من ان اي حد يعبث فيها او انه يفتحها بدون اذن منك او يطلع على خصوصياتك، وفي نفس الوقت حميت الفولدر بتاعك من ان حد يقدر يسميه او ان يحذفه. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. ارجو ان انت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.